هل ممكن اللي الحزن محاصره يتغير حاله ويعيش سعيد؟ هل ممكن اللي اتعود على الشر يتخلق تاني من جديد؟ هل ممكن يكون في مكان للغريب ويقرب تاني اللي عاش طول عمره بعيد؟ في حياة كل واحد سؤال يبدأ بنفس الطريقة، هل ممكن؟ حوار أشعار، ترنيم ودراما، ده كله في حلقتنا وبرنامجكم طبعاً ممكن. طبعاً ممكن نعيش الصح كله، طبعاً ممكن ونسيب الشر وذله، طبعاً ممكن نرضي الرب ونقول له احنا ليك يا يسوع، طبعاً ممكن نترك خطايا الله، طبعاً ممكن ونخلي الرب راضي، طبعاً ممكن يتملي القلب الفاضي ويبقى ليك يا يسوع، طبعاً ممكن يعيش المؤمن غالي، طبعاً ممكن مهما الشيطان يحارب، طبعاً ممكن مرفوع فوق التجارب أصله معاك يا يسوع، طبعاً ممكن. برحب باخواتي الاحباء، الاخ طلعت فكري، الاخ بيتر مجدي، اهلا وسهلا بيكم وبرنامج طبعا ممكن. والنهارده حلقتنا بعنوان اصحاب السعاده، وهقتبس كلمات قالتها واحده من الشابات. قالت الكلمات دي: الاقوياء اللي ليهم نفوذ، الاغنياء اللي معاهم فلوس او مصاري، هم دول اصحاب السعاده، غير كده ما تقوليش. وابدا باخويا طلعت، ايه رايك في كلمات الشابه دي؟ أنا أحترم وجهات النظر، ولا سيما دي فتاة أو شابة فليها تفكيرها فيحترم تفكيرها جدا. فمن وجهة نظرها أنا بقول وجهة نظرها الشخصية تحترم، والحقيقة ناس كتير بتفكر بنفس الطريقة إن عندهم سعادة هؤلاء اللي هم بس الأغنياء والأقوياء. بالضبط. طيب أخويا بيتر، هل يعني هاخد كلام الأخ طلعت واسألك، هل فعلا هم بس أصحاب السعادة هم الأغنياء والأقوياء؟ أنا شايف لو ركزنا في الكلام كمان من بعد تاني هنكتشف وجهة النظر الإلهية، وجهة النظر الكتابية، فالموضوع بيختلف، والموضوع ليه بعد تاني مهم جدا جدا في الأمر ده. طيب هنتكلم عن مين من أصحاب السعادة بقى من وجهة النظر الكتابية اللي قال عنها أخويا بيتر أخويا طلعت؟ في الواقع أهم موضوع لأناس بيعيشوا السعادة الحقيقية هو اللي قال عليهم الرب يسوع المسيح في أولى كلماته وأولى تطويباته التسع في الموعظة على الجبل اللي وردت في متى أصحاح 5 وعدد 3، لما بيقول طوبى للمساكين بالروح. وشوف بقى المسكنة بالروح بتديهم إيه، لأن ليهم ملكوت السماوات. صحيح. طيب يعني إيه كلمة طوبى هنا أخوي بيتر؟ بصراحة كلمة طوبة في الموعظة على الجبل كلمة محورية مهمة جدا، فكلمة طوبة اللي ذكرها المسيح يعني يا لغبطة يا لسعادة يا لحظ يا لنصيب. طيب أنا عايز أقول أنه الكلمة دي اللي قالها الرب يسوع عليه المجد بتقدم لينا مفهوم مختلف عن اللي قالته الشابة دي. طبعا إلقي الضوء على الحكاية دي. الرب يسوع له كل المجد كان بيوصل لفكر اللي قدامه بحاجة من الطبيعة، من المستوى اللي يعرفوه، عشان كده كان يكلمهم بأمثال ويكلمهم بحاجة واقعية عايشين فيها. فالرب استخدم طوبة في الكلمة اليونانية أساساً ماكاريوس، ودي كانت منطقة من أجمل المناطق في العالم، وهي بالتحديد كانت في قبرص، ففيها كل الخيرات وفيها كل أيضاً عطايا الرب وهبات الرب من جهة المناخ ومن جهة كل ما يمتع الإنسان روحيا ونفسيا وجسديا، فاستخدم الرب هذا التعبير. طيب إيه الأصل اللغوي للكلمة دي يا أخي بيتر؟ عايزين نفكها أكتر. قبل ما نحكي الأصل اللغوي عايز أقول لأخ طلعت شوقني أروح المكان اللي هو حكى عليه صراحة شكله حلو يعني. كلمة مسكين بالمعنى الواضح للناس بتقصد أكتر، بيركز على المسكين ماديا، شخص لا يستطيع الاستقلال بمفرده، شخص ما عندوش الإمكانيات دي، ما يعرفش يعيش لوحده، فقير تحت خط الفقر كمان.
صحيح. طيب يعني المسكين شخص تحت خط الفقر، ده من الناحية المادية. من الناحية اللغوية هو تعني أنه متميز زي ما قلت كلمة ماكاريوس. طيب أخويا بيتر عايز أسألك روحيا بقى، إيه المقصود بالمسكين؟ روحيا مقصود بالمسكين شخص دايما عنده الإحساس ده أنه غير مؤهل، أنه لا يستحق، أنه لا يمتلك، ما عندوش القدرة على امتلاك. يعني دايما بيحس قد يكون غني أو فقير لكنه بيحس بالاحتياج لربنا. بالضبط. هي لا ترتبط بالموضوع ماديا شكله ايه، لكن حالة القلب شكلها ايه. طيب اخويا طلعت، يعني ايه اللي بتقوله كلمة ربنا عن المسكين كواحد من اصحاب السعادة؟ احب اذكر آية جميلة قوي محورية وردت في كلمة الله. أيوة. في سفر المزامير تحديدا مزمور 9 وعدد 18، لأنه لا ينسى المسكين إلى الأبد، رجاء البائسين لا يخيب إلى الدهر. فتخيل الشخص اللي دائم الاعتماد على الرب ودائم العوز إليه ودائم الاحتياج وما يقدرش يتحرك بمفرده أو مستقل عن سيده، فالرب بقى مش ممكن ينسى، الرب لا يتخلى عن أتقيائه. أمين. طيب لا ينسى المسكين، هل دي بس البركة الوحيدة للشخص المسكين بالروح، ولا في درجة أعلى من كده بيقدمها لنا الكتاب؟ برافو، السؤال المهم خالص. مش بس لا ينسى المسكين، لكن في جزئية تانية في سفر صموئيل الأول هجر آية مع أخواتي المشاهدين في أصحاح 2 والآية رقم 8، بتقول يقيم المسكين من التراب، يرفع الفقير من المزبلة. والإجابة الحلوة اللي جاء أو الجزء الإيجابي فيها، للجلوس مع الشرفاء ويملكهم كرسي المجد، لأن للرب أعمدة الأرض وقد وضع عليها المسكونة. فالمسكين ليه بركات، مش بس أنه لا ينسى، لكن مش بس لا ينسى، ده بيرفعه الرب ويهتم به الرب. الرب يهتم به، بيقول عن مين؟ المسكين والبائس. عوني ومنقذي أنت، مزمور 40:17. فنشكر الله على التركيز على المسكين. يعني المسكين ليه مكافآت كبيرة. نعم. على فكرة الموضوع شيق جدا، بس احنا هنكمل الحلقة بتاعتنا، بس هنشوف سؤال فقرتنا ولا ايه، سؤال يمكن يكون بيدور في ذهن حد من أحبائنا المشاهدين. ابقوا معنا أحبائي، هنرجع لكم بعد لحظات. طبعا ممكن. طوبى للمساكين، وتقول المساكين دول أصحاب السعادة، يعني دي دعوة للفقر ولا ايه؟ طبعا ممكن. رجعنا لكم تاني احبائي المشاهدين وحلقتنا طبعا ممكن. اخويا بيتر، شفنا سؤال الشاب دوت بيقول هي ايه، انتوا النهارده يعني دعوه للفقر ولا انتوا ناويين على ايه بالظبط؟ هل الموضوع يعني ملتبس عند هذا الشاب؟ هو طبعا مش زي ما كنا بنسمع من شويه، احنا بنتكلم في فرق بين المسكين بالروح والمسكين ماديا، وطبعا الغنى بركة من عند الرب لو كان بيستغل الاستغلال الصحيح. فاحنا بنتكلم وبنركز على شخص شاعر انه مسكين بالروح. طبعا. طيب هل كل شخص مسكين ماديا او المسكين روحيا هو مسكين ماديا، ولا ممكن يكون في غير كده؟ طبعا غير كده. ليه؟ جه في ذهني مثلا مثال واضح. أولى الشخصيات اللي بيفخر بها كثيرين لا سيما العبران عن اليهود فكان إبراهيم. أيوة. وبعد كده بنلاحظ عن إبراهيم ما ذكر عنه مثلا في سفر التكوين أصحاح 13، كان إبرام اللي هو صار إبراهيم غنيا جدا. أيوة. غني في المواشي، لأن طبعا بيستخدم المواشي كذبائح. غني في الفضة، لأن كانت الفضة في سفر مثلا خروج أصحاح 30 بنشوف رمز للفداء، كان يعطى تعويض ليها. غني في الذهب، لأن بنشوف مجد ربنا رغم غناه المتميز. لكن تعال شوفوا لما يصلي للرب مثلا في سفر التكوين أصحاح 18 وعدد 27، يقول شرعت أكلم المولى وأنا إيه؟ تراب ورماد. تراب ورماد. مع أنا إنه غني، لكن كان بيشعر بالظبط باحتياجه لربنا. وانا بشوف بعض الاخوه اللي بنتعامل معاهم ما تحسش ان هم مقتدرين رغم غناهم، قد ايه حاسين بالمسكنه لاحتياجهم للرب، وحاسين بفضل الرب عليهم الدائم في هذه الظروف. طيب
طيب يعني المسكين بالروح مش معناه مستوى مادي معين، فهو مش حالة اجتماعية لكنه اتجاه قلب. نعم، يعني أنا شايف أكتر من خلال الكلام اللي بنفكر فيه واللي بتعلمهولنا كلمة الله أن الموضوع حالة قلب مش حالة بنك. يعني الموضوع إحساس داخلي عميق جوه كل إنسان. بكمل الكلام الرائع اللي كان بيحكي بيه الأخ طلعت. التقويت مع ناس أغنياء جداً جداً وعندهم كم من القدرات والإمكانيات وليه شخصية وشخص مؤثر ومميز جداً، بس عنده إحساس داخلي أنه مسكين، أنه لا يستطيع أن يعيش بالاستقلال عن نعمة الله وعن معية الله لحياته. أنت تقابلت مع أشخاص بالشكل ده، وأكيد حضرتك يا أخ طلعت طبعاً دي بتأثر في ردود أفعال الناس وفي طريقة تصرفاتهم وحياتهم، بيبقى أخ غني لكن متواضع، وبتأثر فينا كخدام يا أخونا، إن الواحد يعرف إن ما يقدرش يعمل حاجة بدون الرب. وإحنا داخلين استوديو قد إيه كانت قلوبنا في حالة مسكنة منكسرين وفي احتياج لشخصه تحت خط الاحتياج. أنا يا رب دونك لا شيء. فتقدمنا ولا واحد فينا كفء من ذاته. نعم. لكن كفايتنا من الله، والرب على فكرة علمنا كده وقال للتلاميذ بدوني لا تقدروا أن تفعلوا شيء. طبعا عديت في وقت أخ بيتر أنت شخصيا حسيت أنك أنت في لا أنا مش محتاج، أنا كويس، أنا كده، قبل الإيمان يمكن دي كانت اتجاه قلبك أكيد. في مواقف كتيرة كنت بشعر إمكانيات عندي، لما أحس أن الشيء أنا ممتلكه فهقدر أعملها لوحدي، وللأسف أغلب المرات الموضوع وصل للفشل لأني اعتمدت على قدراتي. كنت دايماً قبل ما يكون لي علاقة حقيقية بالمسيح أني أنا مش مضغوط من الأمر الفلاني لأن معايا مثلاً الفلوس المادية المعينة أو الأسلوب المعين أو الشيء المعين اللي أسدد بيه الاحتياج ده. بس غالباً كل المرات كنت برجع في الآخر بقول له ربنا، حتى أنا بعيد إحساسي جوايا أنا من غيرك مش هقدر أكمل، وحس أني مش عارف أعمل حاجة من غيرك. صحيح، أنا خبرتي الشخصية في الموضوع ده انه مرات يعني، وانا بصلي ربنا يرحمني من الفكر ده، انه مرات يجيني فكر لما ادعى لخدمه اخويا طلعت بقول انا قادر ارنم، ربنا عطاني امكانيه اعزف، عطاني صوت حلو، فانا رايح للخدمه فاقدر هرنم، لكن بكتشف انه اذا ما كانش الموضوع مرتبط بانكسار حقيقي وطلب لوجه الرب، ممكن الترنيم أو الوعظ أيا كانت الخدمة اللي أنا بعملها تبقى نحاسا يطن أو صنجا يرن. أنت عديت بخبرة شخصية أو عندك حاجة عايز تقولها؟ أنا شبيه برضو بما عشتوه حضراتكم، لكن يمكن يترجم كلام حضراتكم آية جات في مزمور 70:5، أما أنا فمسكين وفقير. أيوة. اللهم اسرع إلي، أنا في موقف صعب، عندي امتحان، عندي قضية، عندي سفرية، أخذت بالحظ، أسرع إلي، معيني ومنقذي من الحالة دي أنت يا رب. لا تبطئ. لا إيه؟ لا تبطئ. أيوة. لا تبطئ يعني بلغتنا. تأخرش يا رب. بالضبط. فالرب لا يتخلى عن المسكين، ورجاء البائسين لا يخيب. أمين. فأنا باجي كده قدامه، المساكين يطلبون ماء. أخذت البركة إزاي؟ أمين. فالرب هو اللي يعطي العطشان، يعطي الجوعان، يعطي المحتاج، يعطي المعتاز. وأنا بحس بإخواتي اللي هم في ظروف قاسية في الوقت الحالي محتاجين يعيشوا المسكنة الحقيقية. أمين. أحبائي بعد ما سمعنا الكلام الرائع ده خليكم معانا. فقرتنا دلوقت الدراما بعنوان مش ممكن، وهنرجع لكم بعد لحظات كلام مهم. اوعى تغير المحطة لأن الرب عنده كلام خاص ليك جدا. طبعا ممكن. يا سلام، عزفك جميل قوي على الجيتار. أنا؟ ده أنا عايز واحد بيعزف فوق. ليه؟ ده أنا سمعت عزفك جميل جدا، ومش بس كده صوتك كمان حلو. صوتي حلو؟ ده أنا أسوأ صوت في الدنيا. وأنا كل ما أقول لك عزفك حلو تقول لي عزف أسوأ عزف في الدنيا. أقول لك صوتك حلو تقول لي أسوأ صوت في الدنيا. لأنه أنا أسوأ واحد في الدنيا. ليه بس كده؟ ده أنت بكرة كمان هتكون فرصة الترنيم في الكنيسة. أنا مستحيل، أنت لو هتموتني مش هعمل كده. ليه بس؟ لأنه أنت مش فاهم حاجة. مش فاهم إيه بالظبط؟ أصله أنا مسكين بالروح،
طبعا ممكن. شفنا في الدراما اخويا بيتر اسوأ عزف اسوأ صوت اسوأ واحد، ده تعريف دراما مش ممكن للمسكين. تعليقك ايه؟ بصراحة بعد الدراما دي عايز اوضح بس في لبس بسيط في الموضوع، انه في فرق بين الشخص اللي عنده شعور المسكين، وفي شخص تاني بين بيفكر دايما بعدم الثقة في نفسه، عنده شعور بالنقص، مش حاسس بالإمكانيات والقدرات والمواهب الحلوة اللي ربنا حطها في حياته. فالشعور بالنقص غير إحساسي بالمسكنة، إن أنا مسكين ما عنديش ما امتلكش. هناك فرق كبير جدا، أنا عايز أكد على النقطة دي، إنه ربنا إداني إمكانيات، مهم قوي أتذكر إن دي إمكانيات الرب إدهاني. أيوة. نعم. عشان أشكر عليها كمان. أشكر عليها. أيوة. وما أنكرهاش وما أديش فرصة للشيطان. أنا وإنت كنا في زيارة في بلد من البلاد قبل ما نيجي للتسجيل بتاعنا، وأخت مباركة بتعزف بيانو قالت أني أنا هسيب مكاني لحد بيعزف أفضل. فإحنا الاتنين قلنا لها لأ، الرب إداك المكان ده، خليكي في مكانك لأن ربنا إداك الموهبة وإداك العطية، لأنها موهوبة بالفعل. بالظبط. شاطرة. طيب أخويا طلعت، هل في نموذج للمسكين بالروح؟ أنت حكيت لنا من شوية عن أبونا إبراهيم مع أنه كان غني لكنه كان مسكين، هل في نموذج آخر؟ يوجد مثال الكمال وكمال المثال والجمال في النموذج المثالي. رب المجد ليه كل المجد، عاش في أرضنا في مسكنة. من كل ناحية، من جهة مسكنة كمسكن، مش حالة المسكنة. رب المجد شوفه في ولادته، اتولد فين، وفي عيشته على الأرض. الكتاب قال عنه كلمات كتير، مثلا في لوقا 9 بيتكلم عن مسكنه فين، قال لهم للثعالب أوجر ولطيور السماء أوكار، لكن أنا ابن الإنسان ماليش مكان أين يسند رأسه. جهة الأكل مثلا، احنا كلنا بنفطر ونتغدى ونتعشى وبسهولة بيفضل عنا، وشوف الخير اللي في استراحة قد ايه، ربنا يبارك التعبين. كان رب المجد ذكر عنه جاع، جاع مثلا في لوقا 4، في متى 4، متى 21 جاع. يا سلام. رب المجد عطش، واطي كل الخير، عطش. بنشوفه بيقول انا عطشان، كما ذكر في انجيل يوحنا وغيره يا اخونا الحبيب. وطبعا هنا المسيح نقطة توضيحية مهمة قوي، ان هنا المسيح بطبيعته الإنسانية طبعا. نعم. ما بقول ودي نقطة. أيوة. كإنسان. نعم. وبرضو تعب. له كل المجد. بيقول الكتاب مثلا في يوحنا أصحاح 4، إذ كان قد تعب من السفر. تعب كإنسان كامل. نعم. لكن طبعا اللي تعب أراح، تعالوا إلي. يا سلام. أخذت الراحة. محدش تاني غيره قدر يقول تعالوا إلي وأنا أريحكم غير شخص المسيح. شكرا أخويا بيتر. هل في أخويا طلعت، هل في أخ بيتر جوانب تاني في حياة المسيح ظهر فيها قد ايه هو مثال كامل للمسكين بالروح؟ كمان المسيح كان في نظر الناس اللي بتبص على شكل المسيح والتلاميذ من على بعد يعتقدوا انهم كانوا اغنى مؤسسة في الوجود، مثلا ان كان معاهم فلوس كتير، لكن كتاب يعلمنا انه المسيح كانوا يخدمون الخدمة النساء من اموالهم، فكان فقير ما عندوش مال رغم أنه هو يملك الكون كله، ليه كل المجد. نعم. وكمان اتعرى لكل الناس إخواتنا اللي بيعيشوا الأيام دي في ظروف صعبة، في مجال ملاجئ أو مهجرين أو متألمين في أي مكان في العالم، في البرد، في الشتاء، في الظروف الصعبة. المسيح أثناء المحاكمات وهو عند الصليب عروه، نزعوا الثياب عنه، فليه كل المجد زي ما ذكر الأخ طلعت من شوية. هو المثال الكامل لينا للمسكين اللي عايش على الأرض الحياة الرائعة. أمين. إيه الطريق اللي أمشيه وأنا نفسي أتكلم المشاهد دلوقتي، وطبعا أنا وأخويا بيتر بناخد الرسالة دي لينا، إيه الطريق اللي أمشيه عشان أكون مسكين بالروح؟ شوف حضرتك، يجي في ذهني اللي عمله العشار كما ذكر في إنجيل لوقا وأصحاح 18. يعني أنا بتعايش وبحس المشاهد الكريم محتاج يعيش كما عاش العشار، ما بصش لنفسه إطلاقا. يا سلام. ولم يشاء أن يرفع رأسه أو عينيه نحو السماء، بل قرأ على صدره. وأنا متلوه بيقرأ على صدره، وأنت عارف قلبي، قلبي أخدع من كل شيء وهو النجيس، قلبي وحش. الله اللهم ارحمني أنا
الخاطئ. الخاطئ يعني انا مسكين. امين. كما انا. أمين. عارف الترنيمه جاست از اي ام. كما انا اتي ويجي المسكين كما هو للرب. امين. احبائي كلام رائع، ابقوا معنا هنسمع شعر وبعدين هنرجع نكمل كلامنا مع خدام الرب، ابقوا معنا. طبعا ممكن تشكر يا كبير، صدقني كتير غالي وكله يرخص ليك. ده كلام فاضي، ايه يعني 1000 جنيه بديها مصروف لولادي؟ يا سعادة البيه، حسنة لله ربي يخليك، عيالي جعانين اديهم يومين، اي حاجة تجود بيها ايديك. امشي من قدامي وغور، مسكين قال هيعيش الدور، ما يصعبش عليك نصاب معليك، تلاقيه بين فلل وقصور. طبعا ممكن. اخي بيتر، الشعر اضاف لنا بعد جديد لموضوع المسكين، ايه تعليقك على الكلام ده؟ بعد الشعر اللي سمعناه بصراحة بيوضح لينا صورة سلبية جدا لمعاملة شخص مسكين، الطريقة اللي كان بيتعامل بيها أو الطريقة اللي اتعامل بيها المسكين طريقة صعبة خالص. طيب دين قلنا ايه الطريقة اللي المفروض نتعامل بيها احنا مع الناس المساكين اللي حوالينا؟ بالضبط حضرتك، لما كنا نروح الصعيد زمان وفي القرى وفي النجوع وبعض البلاد العربية، كان كل عيلة بيتقفل عليها بوابة. أيوة. البوابة دي كان بيخرج الشخص المحتاج أو الفقير يطلع للبوابة برة، عشان يكون إن كان شيخ البلد ولا إن كان عمدة البلد يعالج احتياجه. فبيقول لنا الكتاب في أمثال 22 كلمة جميلة عن الباب ده، 22 من سفر الأمثال: لا تسلب الفقير لكونه فقيرا، ولا تسحق المسكين في الباب. يا سلام. الباب هنا جيت. فالبوابة اللي في الخارج دي، طالع الرجل الفقير ويطلع بره عشان يقابل العمدة أو يقابل الشخص المسؤول في البلد أو القاضي بتاع البلد، بيقول له احتياجي كذا وأنا مسكين. فهنا في لا تسلب ولا تسحق، عايز يقول له مش لأنك أنت مسؤول وده فقير فأنت بقى تدوس عليه. بالضبط. اتعامل معاه بعدل. بالضبط. طيب أخويا بيتر، هل في طريقة تانية كمان مفروض نعامل بيها المساكين؟ الكتاب بيعلمنا في أمثال 14 الآية رقم 21 سوري: من يحتقر قريبه يخطئ. أيوة. ومن يرحم المساكين فطوبى له. أمين. تعرف أخو منير، الحتة دي ذكرتني الآلة أخويا بيتر. كنت ماشي زمان في دولة عظيمة جدا وشايف الخيرات دي كلها، فواحد من الناس الكبار كان عمره في الثمانين سائق العربي، قلت تفتكر ربنا مبارك البلد دي ليه؟ قلت له ليه؟ قال لي نفس الآية. قال لي إنها بتهتم بالفقراء، يرحم المسكين وبيرحموا المساكين، فطوبى ليهم الرب كفاءه. يعني دي دعوة أحبائي من أسرة طبعا ممكن. أيوة. إن إحنا نكون رحماء. أيوة. يمكن ربنا ادالك كتير، وربنا من خلال خدام الرب بيكلمك وبيقول لك اعطي تعطى. ايوه. اللي عندك ده مش بتاعك، لماذا تفتخر كانك لم تاخذ؟ نعم. طيب انا عايز اسالك، في ناس من اصحاب السعاده عندهم المسكنه المزيفه. ودي جايه حتى في الكتاب وتاثر بيها قوي. يوجد من يتفاقر وعنده غنى جزيل، ومن يتغانى، خد بالك، يظهر نفسه غني وهو لا يملك شيء. أخدت بال حضرتك؟ ناس كتير بتبين كده. وبعد كده احنا بنشوفها في المجال الروحي، مثلا الفريسي: أنا مش محتاج، أنا مش زي باقي الناس. أخدت بال حضرتك؟ ما عندوش مسكنة خالص، لكن بيظهر إن هو ممتاز. لكن ده يجي في ذهني، ده إنسان بيظن النفس إنه غني وهو فقير. وده اللي قاله كتاب في سفر الرؤيا عن الشخص اللي بيقول غني وقد استغنيت، وعارف إن هو الله شايفه إنه فقير وشقي وعريان وبائس وأعمى، فرب بيشير عليه إن يشتري. ويشتري إيه؟
يأتي كما هو يعني اشتري الوقت وياخد شخص المسيح الذهب المنقى بالضبط. كلام رائع أحبائي، ابقوا معنا، هنسمع بعد لحظات هنسمع ترنيمة وبعدين هنكمل مع بعض، ابقوا معنا. طبعا ممكن ياللي حولت المرارة لف حياتي ترنيمة، حتى ضعفي وجهلي قلبي ما منعش الأحسن، كل ثانية في عمري عدت لو هتحكي تقول كتير، كل نبضة في قلبي غنت بفتكر لك كل خير، بفتكر لك بفتكر لك بفتكر لك بفتكر لك بفتكر لك كل خير، بفتكر لك كل خير، احسناتك تاج وطوق على راسي وعلى قلبي وجوهر التاج اللي فوق ده كله موت الصلب ربي، ده اللي خلاني اجي ساجد واحني راسي واقول صغير بالصليب انا صرت واجد في المسيح نعم المصير، ده اللي خلاني اجي ساجد واحني راسي واقول صغير بالصليب انا صرت واجد في المسيح نعم المصير، بفتكر لك بفتكر لك بفتكر لك بفتكر لك بفتكر لك كل خير، بفتكر لك كل خير، بفتكر لك كل خير. طبعا ممكن أحبائي، بنفرح كتير بالتواصل معاكم في برنامج طبعا ممكن. أسرة طبعا ممكن بتقدم لكم كتاب رجال تقابلوا مع السيد. الكتاب ده بيعلمنا عن ناس مساكين بالروح، فأنا بصلي أنه يكون سبب بركة ليك. اكتب لنا، تواصل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك طبعا ممكن، وكل وسائل التواصل موجودة على الشاشة، وهنرسل لك هذا الكتاب هدية من أسرة طبعا ممكن. يمكن شفت إيش إزاي أشخاص مساكين بالروح زي إبراهيم، وأعظم مثال لينا هو شخص المسيح العظيم، أثروا في حياتنا وفي تاريخ البشرية وغيروا التاريخ. أنا بصلي إن رسالة حلقتنا تكون وصلت لقلبك. الرب يباركك، ونلتقي معكم في حلقة قادمة من برنامجكم طبعا ممكن.